بتحب تلعب بلاي ستيشن، قول لي مين اكتر واحد بتغلبه في البلاي ستيشن. امبارح كنت لسه بلعب بلاي ستيشن مع واحد صاحبي اسمه احمد عبد الوهاب، لسه كسبانه امبارح. هو هيتفاجئ بان انا بقول ان هو كسبان. كم كام؟ لا في ماتش اتعادلنا تقريبا 7-7، وفي ماتش هو بعد كده كسبني. بس اكتر واحد بكسبه يعني في البلاي ستيشن احمد الشيخ. تلعب فريق مين في البلاي ستيشن؟ اوقات مانشستر سيتي، اوقات باريس سان جيرمان، واوقات تانية ليفربول عشان صلاح طبعا. طبعا. ممكن تاخد رأي حد في حياتك الشخصية، تثق في رأيه وتنفذ، ولا بتسمع الرأي وهنفذ اللي في دماغي برضه؟ لا هو انا كده كده في حاجات في دماغي باخدها على طول، وفي حاجات بحب اخد اراء اللي حواليا، بس انا اوقات ما بقتنعش برايهم اصلا فباخد قراري، واوقات بيطلع صح واوقات بيطلع غلط. ومع طبعا مع في الحياه عموما الواحد بيتعلم، يعني بيتعلم من قراراته. يعني صعب انك تاخد بتنفذ برضه في الاخر اللي انت شايفه؟ اوقات لا يعني اوقات طبعا يعني مش بعاند، مش بس بتعاند. لما بحس ان رأي مثلا والدي لا ده رأيه صح، لا باخد ممكن الرأي يعني ده. لا رأي مراتي صح، بعمل عكسه على طول. تمام. لا لا، ومتفرج علينا في الحلقة دي حرام يعني. لا مش عايزين بهزر نعمل طبعا، مشاكل يا لا كابتن. بهزر بهزر.